أهلا بيكم. أهلا وسهلا. اليوم عندنا مسابقة لأسئلة دينية، هنشوف مين اللي هيعرف الجواب. تمام؟ تمام. احنا جاهزين، احنا جاهزين، احنا اللي جاهزين، احنا الاثنين. ها شوف بقى مين فينا اي اشطر. اول سؤال، من هو مين اول سؤال ليا؟ ليك اول سؤال موجه ليك، ولو ما عرفتش هيبقى هو يجاوب. من هو الملك صاحب الميزان يوم القيامة؟ سيدنا جبريل. برافو، صح. ماشي، هو بقى تاني سؤال. أنا سؤالي أنا، أنا واخد. ما هو أول ما يرفع من أعمال هذه الأمة؟ هو دايما أسئلته سهلة. الصلاة. الصلاة طبعا. شكرا. الصلاة أول ما يرفع من أعمال هذه الأمة هي الصلاة. من هو النبي الذي كان يصلي في اليوم 100 صلاة؟ ذو الكفل عليه السلام. برافو، جواب صح. انت هتعمل ايه؟ طيب السؤال الرابع، ما هو الطائر الذي تحدث مع النبي سليمان عليه السلام؟ اسئلته دايما سهله. حظ حظ كده بالصدفه يعني. ايه جوابك؟ الهدهد. ايوه طبعا هدهد. دي هو بقى السؤال اللي جاي، دي اسئله صعبه ليه؟ طيب سؤالك، سؤال الخامس، من هو النبي الذي تزوج بشقيقتين؟ نبي؟ صعبة شوية. سيدنا يعقوب عليه السلام. برافو، صحيح. نبي جواب صح. اشوف انت كمان، عايز تشوف اشوف. من هو النبي الذي انشق له البحر؟ انا بقى يجي لي بقى اسئله سهله شوي. هو انا كمان يعني هو لوحده. انا هفكر شويه، هفكر شويه عشان ايه يعني ممكن اكون سيدنا موسى عليه السلام. صح، موسى عليه السلام. يعني اسئلتك فحظك دايما الأسئلة سهلة. معلش، الجواب صح، موسى عليه السلام. من هو النبي الذي كان أبوه كافرا؟ اشرب عشان تعرف تجاوب. سؤال سهل. الذي كان أبوه كافرا سيدنا إبراهيم عليه السلام. سؤال لي، من هو النبي الذي حرمت عليه جميع نساء الأرض؟ صعب شوية السؤال ده، بس ايه؟ سيدنا شيت عليه السلام. صح، شيت عليه السلام. سؤال صعب بس برافو. الحمد لله، الحمد لله. السؤال التاسع ليك، الحمد لله. ما هو اسم الجبل الذي يوجد فيه غار حراء؟ يعني بقيت الأسئلة ايه، اسئلتك اسهل من اسئلتي. طيب غار حراء كان في غار جبل حراء. جبل استنسى. برافو، صح. سؤال رقم 10. سؤال سهل يا رب، سؤال سهل. لمين السؤال؟ ليه مش ليك انت، خلاص. من هو اول من جمع الناس لصلاة التراويح؟ صلاة التراويح. تعكست الادوار، بقيت الاسئلة هنا من جمع عنده اصعب من اسئلتك. عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب. برافو، عمر بن الخطاب. جواب صح. من هو النبي الذي امره الله ان يذبح ابنه؟
انا السؤال ده ولا هو سؤال ليك؟ سؤال ليا انا بقى سهله ليك. ما يلا اسئله سهله. هو اسئله سهله. سيدنا ابراهيم عليه السلام. عليه السلام السؤال بيقول عندك سؤال: من هو الصحابي الذي راى جبريل عليه السلام مرتين؟ سؤال صعب. سؤال صعب. صحابي 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 الذي رأى جبريل عليه السلام مرتين. جبريل عليه السلام تفكير السؤال ده بجد صعب. حارثة بن النعمان. انت هايل اهو. انت هايل. برافو. انت تعرف كل حاجه يعني. انت عارف كل حاجه. عارفها طبعا. سؤال رقم 13 ليك: ما هي أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دي سهلة. سهل. أول صلاة. سهل. بس إيه؟ أول صلاة صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هي أول صلاة فرضت على المسلمين. لا أول صلاة هو صلاها. هو صلاها عشان وكان المسلمين أول معهم. صلاة فرضت عليه. صلاة الظهر. صلاة الظهر. برافو. إيش؟ أما السؤال ده ليه؟ أشرب بقى. سؤال رقم 14: ما هي آخر صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته؟ سؤال هنا صعب شوية. آخر صلاة قبل وفاته. بس يعني إيه، دور شوية كده. رسول صلى الله عليه وسلم توفى لكن صلاة الصبح. صلاة الظهر. جواب صحيح. صلاة الصبح. برافو برافو برافو. المنافسة قوية دلوقتي. السؤال رقم 15 معاك: من أي أبواب الجنة يدخل الصائمون يوم القيامة؟ كمان سؤال سهل. طبعا كلنا عارفين رمضان. طبعا احنا في كل رمضان الخطبة بيبقى في الخطبة أول جمعة في رمضان بيبقى سؤال، بيبقى الخطيب بيقول السؤال ده ويجاوب عليه كله من باب العيان. برافو برافو. سؤال رقم 16 يبقى سهل قوي. اكيد ديك سهل. من القائل: فلا نامت اعين الجبناء؟ هو من الصحابه. الجبناء. فلا نامت اعين الجبناء. يلا هو لو ما عرفش انا اجاوب. اللي قال كده خالد بن الوليد. برافو. مش شط. خالد بن الوليد. شط. صح. شط. سؤال رقم 17 معك: من هو من هو قائد اول غزوه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قائد أول غزوة. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أسامة بن زيد. برافو صح. سؤال رقم 18: ما هي صلاة الأوابين؟ الله. عندك الجواب؟ هو الجواب بالجواب. انت عارف الجواب؟ طبعا انا عارف. انا ساكت. طيب. صلاة الضحى. برافو. صح. هي صلاة الضحى. اشرب اشرب انت كمان. اشرب. هدي اعصابك. سؤال رقم 19 لي. خلاص حط الكركديه وركز في السؤال: من هو النبي الذي لا يوجد له قبر في الأرض؟ لا يوجد له قبر في الأرض. قبل تقام. السؤال كده تريكي شوية. كان يبقى قبل سيدنا نوح. سيدنا ممكن سيدنا إدريس. صح. إيش احنا متعادلين حتى الان. انا لسه هو لو جاوب ده يبقى متعادل معي. سؤال رقم 20: كم مره ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في القران الكريم؟ السلام. سهل السؤال ده. سهل بقى تجيله اسئله سهله.
اطلع ما تطش يعني هي ادوار بينك وبينك اطلع ما لا مرة وانت ما عادي طيب صحيح جواب صح اربع مرات برافو انتو متعادلين 10 أجوبة صح 10 أجوبة صح برافو طيب خلص الحمد لله ما فيش زعلان في الحلقة دي الحمد لله برافو عليك الحمد لله حاجة مهمة بقول لك ده كمان الأسئلة دي احنا بنعملها بس علشان نثقف الناس بيجيبوا أطفالكم شاهدوا الحلقة واشتركوا معنا في القناة تحت هنا احنا بنقدم حاجات زي دي كده كتير في كل فترة من فترة لفترة نجيب أسئلة ونعمل أجوبة كده بشكل شيق ولذيذ إن شاء الله وشكل فكاهي برضو هتبقى أسئلة تانية عامة طريقة كويسة إن شاء الله فتابعونا اشتركوا في القناة تحت إن شاء الله حاجات زي دي كده أكتر كتير هتنزل معايا ومعايا إن شاء الله سلام